على حزب حركة النهضة عقد ندوة صحفية مؤخرا باش نعطيك انا الحاوس لشنو قالوا ما عملنا حتى شيء، ما غلطنا في حتى شيء، خاطينا الرش، خاطينا الارهاب، خاطينا الفشل، خاطينا كل شيء. حتى تقرير محكمة المحاسبات الصادر عن قضاة واللي ادان هذه الحركة في ارتكابها لمخالفات انتخابية قالوا لي خاطينا ما خالفناش. الحاصل قالك العشرية اللي تعديت كذلك احنا شاركنا في الحكم فيها لكن ما كانتش عشرية سوداء، راهي جات فيها جائزة نوبل للسلام، راهو عملنا فيها برلمان وعملنا فيها دستور على اساس احنا قبل عايشين رعواني معناها. تملصوا من المسؤولية ومن كل الأخطاء، حتى الفشل في الحكم تملصوا منه. يعني شو رأيك أنت كمواطن تونسي؟ أخي احنا متعودين بها حركة النهضة ديما المغالطة من نهار الأولاني اللي دخلت فيه لتونس، وهي تعتمد في المغالطة في أسلوبها. يعني مش حاجة جديدة على حركة النهضة، ديما ما فهم حد شيء، ديما هما خاطيهم، ديما الناس كل غالطين وهما بركة صحاح. حاجة تعودنا بها، معناتها إذا كان ما يصرحوش تصريحات هذية ما يكونوش حركة النهضة. لكن انتظرنا كمان الاعتراف حتى بالخطا بالفشل هكا. هو من طبيعه العمل السياسي ما الاعتراف بالخطا معناتها اما يكون موظف ولا مش لازم. اذا كان اعترافهم بالخطا باش يوظف لهم حاجه ويربحهم نقاط تو يعترف، اما طونك اعترافهم بالخطا ماهوش باش يمكنهم باش يربحوا نقاط معناتها سياسيه على حساب الخصوم السياسيين نتاعهم، ماهوش باش يعترف. وما ننسوش باش ننتظروا معناتها هي الفوتيتخ سامبل ديسبري كونوا ننتظروا كون النهضه تعترف بخطا ما ولا حاجه. بالنسبه لحزب النهضه اول حاجه اول ما شدوا الحكم بعد بن علي في الثوره اول حاجه عملوها فهمتني غدروا الشعب باسم الدين اللي كونهم هم اسلاميين وهم عمره ما كان الاسلام يعمل هكاك. والنقطه الثانيه اللي حب نحكي فيها اول ما شدوا الحكم اول حاجه هم معاملين على الفساد فهمتني ومعاملين على الخباثه وقله الاحياء. اول حاجه عملوها الرقابه اللي كان عاملها بن علي في الادارات نحوها باش يزرعوا الفساد فهمتني، هذه النقطه الاولى فهمتني. النقطه الثانيه العشر سنين اللي حكموا فيهم هما في البلاد في مفاصل الدوله كامله من اداراتها ووزاراتها حطوا ناسهم هم مش شاوش وانت طالع ناسهم هما يسبهلوا في الشعب، الشعب يعرف الحقيقه. والنقطه الثانيه تفهم فيا الملفات بتاع الفساد اللي يحكوا عليه هي بالطبيعة هما حاطين ساقيهم في الركاب فهمتني، بالطبيعة باش يخليلك هو تراس يعرف كيفاش يسرق، هما من الاول ناويين عليها الحكاية يعني هما من الاول. والنقطة الثالثة أنا نحب نعرف التموين بتاعهم، هما أصلا حسب النهضة ذاي دولة في دولة وثم حاجة تبين لك اللي هما دولة في دولة. المقر بتاعهم اللي في مونبليزير أكبر من أي وزارة تصورها أنت في بالك. الموظفين والقيادين نتاعهم منين قاعد يخلصوا ومنين التمويل نتاعهم، كل معتمدية في كل ولايه شوف فيها قداش من مقر وقداش من قياد، منين قاعدين يخلصوا الشعب مش لاقي باش ياكل وهم منين يخلصوا، باين اللي هو تمويل من برا. اخي استبهلوا في الشعب شوف باي. والنقطه نتاع حكايه الرش اخي هم كي شادين الحكم اخي الامن باش يمشي من غير اوامر مستحيل. بالنسبه للامر تفهم فيا بالاوامر يمشي ما يمشيش من غير اوامر فهمتني ولا خاطر يخاف بالطبيعه خاطر هو باش يعطي باش يضرب العباد باش يوقفوه يخاف على خبزه. يا اخي هو باش يمشي من غير اوامر يا اخي هو على راس وريش الامن ماهوش على راس وريش عنده اوامر يطبق فيها. اذا كان هو باش يعصي الاوامر هي باش يحاكموه هم وقتها هم في الحكم راه. يعني شوف هما اش عملوا، هما عملوا حاجة اللي ما خلوش التراس جملة ودخلوا ناسهم من المشاوش من الحاجب وانتي طالع يعني الأعلى سلطة من كل شيء في الوزارات الكل راهو تفهم فيا ناسهم هما التحكم. كيفاش انتي باش يخلولك انتي ملف متاع فساد باش يخلولك تراس هما باش انتي تجي تحاسبهم؟ 10 سنين تمشي واحد حاسبني من الشعب اللي صوت عليهم حطوه في الحكمة معاه مستحيل. حتى كان ناسهم هما العشر سنين اي وزاره اي اداره من الصغيره للكبيره كان ماليهم هما. هي كيفاش باش يخلي لك هو التراس؟ ما يخليلكش التراس. القضاء هو الفيصل. ما عايش في البلاد هذه تعرف انا الصحيح وانا الغلط. رايه
رأي معقول جدا. وبما أنه القضاء هو الفيصل، أنا موافقتك فيها الرأي. القضاء من خلال محكمة المحاسبات أعطت تقريرها مجموعة من القضاة وأدانوا حزب حركة النهضة بارتكاب مخالفات انتخابية. ما عجبهمش كلام القضاء وقالك لا يتبلوا علينا. فليتحمل كل مسؤوليته، لم يعابوش القضاء تسمى مش ديمقراطي. رئيس التكاوي الكل، حركة النهضة كل، هذا دليل على إفلاس. لأن يعني كان مش شكون يغلطوا، يغلطوا في الشعب. باهي هم عندهم مداراهم في السياسة، الناس يقعدوا في القاوي ويكذبوا عليهم. أما الشعب التونسي ما يكذبش عليه واحد، لأن الشعب التونسي أقوى من أن تتعدى عليه الحكاية هذه. تعرفش علاش؟ لسبب بسيط، أنه عايش المأساة، وكيف بدا يتعمق في المأساة يعرفها منين جي الحقيقة متاع ربي. لازم يرتاح شوية، يوخروا، خليه غيرهم، خليهم ناس آخرين، وجوه جدد جدد، ناس تحاول باش تنقذ البلاد. ثم يا أخي هما يهبطوا من عند ربي، استغفر الله، كأنبياء هما. مش معقول اللي قاعد صاير، مش معقول. ما يزيدش الهم والمشاكل وكل شيء، تزيد أنت تريني وجهك صباح وعشية وتقول تكذب عليا صباح وعشية. ما يستسف فيه، يستسف فيه. لم يعترفوا حتى بفشلهم في الحكم على الأقل. يودي عمرك ما يعترفوا لك، هذاك سيستم معروف. لو كان تقرأ أنت التاريخ وتشوف تنقل تعرف اللي الأسلوب بتاعهم في الهجوم، هو دحض كل ما يتعلق بهم. عادة ما نعرفه. يدحضون إشاعات متاع مواطنين عادي وعادي، أما يدحضون يعني تقرير متاع محكمة محاسبات ويقولوا أنه القضاة غالطين يعني في اتهامهم لنا. هو التقرير محكمة محاسبات، هو التقرير بتاع وزارة الخارجية الأمريكية، هو ثم التقرير الأساسي والصحيح اللي ما نجمش ينكروه هي الحالة التي أصبح عليها الشعب. يا أخي أقول لك حاجة بكل بساطة، مرأة وراجل كي تعرف معاش يحملوا بعضهم، كل واحد في على روح، انتهى، ما شفتش نزيدك حاجة أخرى. معني أنا ما عادش حاجتي بشراك، أنت عملت تجربة ما نجحتش فيها، وخر خلي غيرك سيتو. المخلفات نتاعهم فاش نعانوا؟ يا أخي هما يقول لك الشعب كرهني، أنت الشعب هو حطهم الشعب، لو كان جاي يكرههم بعد بن علي ما يحطهمش في الحكم، أما هما غدارة وخبثاء. الخبث قمة الخبث نتاعهم وين وصلت بهم؟ تو يقول لك انا اشكون وصلهم؟ هم يقول لك الشعب يكرهني. انت الشعب يا نهضه، ما هو تقول لي الشعب يكرهني؟ انت بعد بن علي شكون حاطك في الحكم؟ ما هو حاطك الشعب ولا ليه؟ طلعت ماكش في المستوى، انت ماكش مسلم. انت تاخذ تمشي تقضي، فهمتني، تهز كيما نقولوا 100 ولا 200 دينار تدخل باب الفله تقضي، وغيرك ياكل من الزبله. انت تعيش عيشه ملوك وغيرك ياكل من الزبله. كيفاش تحب باش يحبك الشعب؟ كيفاش انت دخلتوا ناسكم الكل في مفاصل الدوله؟ هي فهمتني، وتهردوا في الدنيا كيما تحبوا انتوما، فهمتني. ونحنا العباد تنتحر، ما يجيش حل لا في خدمه لا في حتى شيء. ويجي يتكلم تفهم فيها، تمشي لاداره يستفزوك ويلعبوا لك على اعصابك باش انت تنفعل باش يبعثوك للحبس. هاو اللي قاعد ساير تو، حاجتين، يا تعمل ضبط النفس وتحملها في بدنك وتخرج وما تقضيش قضيتك، والا يلعبوا لك باعصابك ويستفزوك باش انت تنفعل باش يبعثوك للحبس. انت هنا كان باش تقضي قضيه ما تلقاش، ما تنجمش تقضيها. كان باش تخدم ما ثماش خدمه. هاي العباد تنتحر قاعد، علاش؟ خاطر يقول لك انا تعبت روحي وتعبت عائلتي، غنمشي ننتحر. هذه المخلفات نتاعها. بالنسبه للنهضه انا نعرفها فيها شلا، وانسان معناه يسرقوا في كل شيء، هم يد الحكايه، اما هم فاشلين ومش يخدموا فلوس المواطن يغموا عليها. فهمتي، واحد مش يمشي يشكي حتى عندي إعاقة عبوية، فهمتي، مش يحب يقابل الوالي ولا حج، يضرب 10 سنين باش يقابلو. وصل بالنسبة لينا كريب وصغار، فهمتني، وزوال ومنظف، مرة نخدم في التوريزم، مرة كيفية، مرة بطالة، فهمتيني، يعطيك الصحة، فهمتيني، ليه يخدموني شهرين ويقفوني عام، نخدم مرمو عندي إعاقة عفوية. ما يخص الأوضاع المعيشية الصعبة للزوالي التونسي، قالك العشر سنوات اللي تعدد بهين ما همش عشرية سوداء. أنا بالنسبة عديت فترة وصلت نسلف، معناها وصلت فما اللي يعطوني فما اللي ما يعطونيش، فما فهمتيني، وصلت فترة وعندي زي صغار وكيري وذراعي علاف، معناها ما خدمتش ما ناكلش، فهمتيني أختي، حتى مش نمشي نشكي للوالي عدار ولا كده.
توصلي 10 مرات وما نقابلهوش الاول الثاني وما طالب تمشي كذا فهمتيني الساب حتى مطلب من 2012 التو كان اسمي وبعد ما لقيتهوش جريت تعبت. بالنسبة للنهضة مريت منها حتى شيء. لازم ديما اليقظة باش ما عادش تعاود لنا، لأن حقيقة تعرف ما تعرف الشعب التونسي عنده نصيب في المسؤولية، لأنه هو احنا ما نعرفوهمش ناس هذوما، كانوا يتغطوا بالدين وكذا، والشعب التونسي حساس والشعب التونسي يحب كل إنسان طيب والشعب التونسي كذا، لكن مش خانوه برك، ثم غدروه. ولذلك يلزمهم ما يتصوروش ان مهما حاولوا سواء كان بالسياسه ولا بالقوه، فان الشعب التونسي صمم ما ينجموش يتعداه حتى شيء. ويرجعوا للتاريخ، ويشوفوا التاريخ من اول الدنيا لتوا، تعرف التونسي خيام مرينا من المشاكل ولكن تعدينا عليهم. وحاجه اخرى، اخر كلمه اقولها لك، الكلهم يفناو، ما تقعد كان المباني السامية، ما تقعد كان الشعب.